going to pray for the unity for the globe. أنا أريد أن أصلي لوحدة الأرض. أيها الآب، نأتي زي ما مكتوب في يوحنا 17 إن في آخر الأيام ده أنت جايب كوكب الأرض كله مع بعض. فإحنا نصلي يا رب إن في الوقت ده إن روحك القدوس يتحرك في كل أمة في الأرض، وأن نتحد وأنك توحد قلب عروسك في كل مجال، في كل قبيلة، في كل شعب، أن نأتي معا بوحدة وأن احنا نجهز الأرض كمكان سكنة، لأننا مشتاقين لرجوعك يا يسوع. ساعدنا يا روح الله، ساعدنا حتى نكون واحد، حتى نقدر إنه نستقبل ملكنا يسوع المسيح.